يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. أنا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الأربعاء 27 أبريل نيسان 2022. توقعات العشرية الأولى مواليد 23 أكتوبر ل 2 نوفمبر. هيبقى التواصل النهاردة هو الحل الأنسب ليك. مفيش حاجة بتمشي في الطريق السليم في الوقت الحالي ده ولا في الشغل. هتبقى بتتعامل مع كتير من العدوانية النهاردة. لازم تبقى بتقابل أي دعم بيجيلك، لأن اليوم ده هيكون بيساعدك على إنك تتعامل بطريقة أفضل، وهيظهرك بمظهر يبقى أكتر دبلوماسية أمام كل زملائك في الشغل، وحتى أمام كل زملائك في حياتك الخاصة. لازم تبقى بتركز أكتر على إنك تتواصل مع كل الأشخاص اللي حواليك، لأنهم مش بيشوفوا الأمور من منظورك. هتتحدث النهاردة عن ناحيتك الصحية، لازم تبقى بتستمر في كل أمورك زي ما هي عليه في الوقت ده. تنتبه لكل نظامك الغذائي وتحصل من خلاله على راحة تبقى كافية أكتر، وإلا ممكن تبقى بتعاني من أضرار دايمة في يومك. توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. خليك هادي أكتر اليوم في الشغل، أنت هتكون أنت السبب الأساسي في كل الخلافات، فما تطلبش كتير من نفسك ولا من زملائك حتى. عندئذ هتلاقي الموضوع بيبقى ممكن أكتر، وإنك تتقدم فيه بشكل أفضل. الوضع هيبقى مش أحسن حال في البيت، لكن هتدور فيه خلافات كتيرة جدا، هتبقى سريعة وهتبقى معادية لكل الأشخاص اللي حواليك. هتلاقي سلامك الداخلي، وهتقضي وقت أكتر مع شريك حياتك ومع أصدقائك علشان تتخلص من التوتر اللي بيبقى بيصيبك بالمرض النهاردة. لازم تبقى بتاكل بطريقة صحية أكتر، وتمارس حاجة من الرياضة علشان تبني ثقتك وراحتك في نفسك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. هتضبط نفسك هو الحل الأساسي ليك في اليوم. اللحظة دي انت حابب انك تكون عندك كتير من نفس الوقت. هتاخد خطوة تانية للوراء، وكل أمورك النهاردة هتتعقد في الشغل. ممكن تبقى بيتحول كل زملائك بعيد عنك بشكل كبير، خاصة في حياتك الخاصة. ممكن ده يبقى بيفيدك إنك تمارس شوية ضبط النفس مع نفسك، وإلا ممكن يساء فهمك أكتر. هتتقبل كل آراء شريك حياتك وكل أصدقائك بهدوء أكتر علشان تتخلص من كل التوتر اللي بيبقى آثاره واضح أكتر على صحتك. هتمارس بعض الرياضة، وهتاخد فترات فيها راحة أكتر بصفة يومية علشان تلاقي من خلالها السلام الداخلي اللي انت بتطمح انك تلاقيه دايماً.